المسافر ريال يوسف. كنت محظوظة جدا في بدايتي في تونس. نجمة ستايل. انت بتحبي اي ستايل في لبسك؟ كل الادوار اللي انا قدمتها بصراحة يعني بتكون واخدة حتة من قلبي. مع هبة الجرحي في كعب عالي. انت الحب في حياتك اخباره ايه؟ احنا في تونس ما عندناش راح يتجوز عليها وراح يطلقها ويتجوز عليها. بدأتي عندك 14 سنة. لسه متكرمة في بلدي الحبيب تونس. اليوم الساعة 6 مساء على دريم 1.